السلطات الفلسطينية تؤكد فشل التوغل البري في غزة، والمنظمات الدولية والحقوقية تحذر من تدهور الأوضاع وتصف الوضع الإنساني بالمروع، وتطالب بإدخال المساعدات بشكل مستدام مع مساعي دولية وإقليمية لوقف الحرب. أهلا بكم. قالت مصادر محلية أن السلطات الفلسطينية نفت أي تواجد لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين منتصف القطاع في اللحظة الراهنة، كما نفت حدوث أي تقدم بري لجيش الاحتلال داخل الأحياء السكنية في القطاع. وأشارت السلطات الفلسطينية إلى أن ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات قبل أن تجبرها الفصائل على التقهقر، كما أكدت بأن حركة المواطنين عادت إلى طبيعتها في الشارع. وأوضحت السلطات بأن دبابات الاحتلال استهدفت المدنيين بشكل مباشر في الشارع قبل الانسحاب. وفي القطاع الخدمي، أدانت شركة كهرباء غزة استهداف الجيش الإسرائيلي بعض مبانيها ومرافقها في محافظتي خان يونس والمنطقة الوسطى، كما حملت الشركة جيش الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة وأمن موظفيها. وفي ذات الصدد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قتلت أكثر من 8300 وجرح أكثر من 21000 من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. وفي ذات الصدد، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه خلال كلمة له في اجتماع الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل آلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وأبائهم في قطاع غزة، كما طلب بوقف الحرب فورا وفتح الممرات الآمنة للسماح بدخول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في القطاع. ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل الوصف، فآلاف الأطفال الذين يقتلون وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، إنما يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة التي يجب أن تتوقف فورا بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود بالدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان وسط انقطاع الكهرباء والماء. الشهداء لهم أسماء وعائلات وبيوت وأحلام. هذا الكشف الذي يضم 7551 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء. وعطفا على انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والمفتوحة على قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت الوزارة مواصلة الآلة الحربية للاحتلال بحصد عشرات الأرواح من المدنيين في قطاع غزة على مدار الساعة، كما تعد الوزارة عملية الحصار الإسرائيلية تتسبب في حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية وتعمق جريمة التجويع والحرمان التي تؤكد بأنها ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالجملة. وفي ذات الصدد، رفضت الوزارة كل أعمال الانتهاكات اللا إنسانية للاحتلال خلال اقتحامها العسكري لمدينة جنين ومخيماتها بالضفة الغربية والتي راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين. وتؤكد الوزارة بأن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية عن نتائج فشله في وقف الحرب وفشله في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الجنائي، حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من أن منع المساعدات عن قطاع غزة يشكل جريمة حرب بحسب التحقيقات التابعة للجنة عن الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. كما أعرب المدعي العام في مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أعرب عن قلقه الشديد للغاية إزاء الارتفاع الكبير في عدد حوادث هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكد بأن انسحاب إسرائيل
تقديم المحكمة الجنائية يجعل مهام المحكمة تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد بأن رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع المحكمة يمثل عائقا للتحقيقات. وبخصوص حصار غزة، أكد المدعي العام بأن إعاقة دخول الإمدادات الإغاثية إلى قطاع غزة تخالف الاتفاقيات وتشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة، مؤكدا رؤيته في وقت سابق للشاحنات العالقة في معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، ومطالبا بضرورة وصول الإمدادات إلى المدنيين في القطاع دون تأخير. وفي الإطار الإنساني، قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إيمان الطرابلسي بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة. وأكدت المتحدثة بأن ما تمكن الصليب مع بقية المؤسسات من إدخاله لا يتساوى مع ضخامة الاحتياجات المرصودة ميدانيا، كما شددت على ضرورة العمل على خطة مستدامة لإدخال المساعدات بشكل يتماشى فعليا مع الاحتياجات الضخمة التي يعاني منها السكان، وكذلك تخفيف الضغط الذي تعاني منه القطاعات الأساسية وعلى رأسها القطاع الصحي. وأكدت اللجنة في ذات الصدد عبور 3 شاحنات تحمل المساعدات الطبية إلى قطاع غزة تتبع الصليب الأحمر في دفعة ثانية. وفي ذات الإطار، اتهمت منظمة أنقذوا الأطفال الجيش الإسرائيلي بقتل الأطفال في قطاع غزة منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر الجاري. وأكدت المنظمة بأن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 3000 طفل في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. كما أوضحت بأن قتل الأطفال في قطاع غزة تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في النزاعات المسلحة على مستوى العالم. وفي ذات الصدد، قال المدير القطري للمنظمة في الأراضي الفلسطينية بأن أرقام قتل الأطفال القادمة من قطاع غزة مروعة، وأن استمرار العنف وتوسعه في القطاع يجعل حياة العديد من الأطفال معرضة للخطر الجسيم. وعلى المستوى الدولي، قال مصدر دبلوماسي غربي موثوق بأن دولة الإمارات العربية تطالب بأن يكون مشروع القرار البرازيلي ملزما وتحت البند 7 حتى لا يتهرب الاحتلال الإسرائيلي من التزاماته أو يرفض القرار. وفقا للمصدر، يطالب مشروع القرار البرازيلي بهدنة إنسانية فورية في غزة لم تحدد مهلتها بعد، وسيتم التفاوض حولها بعد تفادي الفيتو الأمريكي بحسب المصدر، حيث تشارك دولة الإمارات الممثل للمجموعة العربية داخل المجلس في خط القرار إلى جانب دولة مالطا. ويطلق على القرار بحسب المصدر مشروع قرار الدول 10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بدلا من مشروع القرار البرازيلي. وأضاف بأن ربط تسمية القرار بالدول 10 يعطيه مكانة كبيرة لأنه يمثل موقف 10 دول منتخبة في المجلس ويحمل أغلبية قبل بداية التصويت. وأكد المصدر بأن القرار انتقل من مناقشات داخل مجموعة الدول 10 غير دائمة العضوية في المجلس إلى الأعضاء 5 الدائمين في المجلس لإقراره. وعلى المستوى الإقليمي، استقبل عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي استقبل وزير خارجية بريطانيا جيمس كيلفري لبحث المسجدات الإقليمية. وخلال اللقاء، بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين، إلى جانب سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام. وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين في غزة. الرئيس العليمي يعود إلى العاصمة عدن على وقع انهيار العملة الوطنية وانهيار شبه كلي لكهرباء عدن، ومباحثات في القاهرة لتدشين رحلات جوية مباشرة من مطارات المناطق المحررة إلى مطار القاهرة الدولي. والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بتوضيح ملابسات وفاة موظف أممي وسط معتقلاتهم. عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للعاصمة عدن عقب اختتام زيارته إلى محافظة المهرة قادما من العاصمة السعودية الرياض. وكان في وداعه بمطار الغيضة الدولي محافظ المهرة ووكلاء المحافظة وعدد من الوجهات والقيادات العسكرية والأمنية. وتزامنت عودة العليمي للعاصمة عدن مع انهيار شبه كلي لمنظومة الكهرباء رافقها انهيار كارثي متسارع في العملة الوطنية على مستوى المحافظات المحررة. وقال مراقبون أن زيارة العليمي لمحافظة المهرة لم تمنع حدوث الإعصار المداري ولم تجنبها تداعياته الكارثية، في الوقت الذي كان تقع على عاتقه إيجاد حلول جذرية للملفات المهمة خاصة الانهيار الاقتصادي في المناطق المحررة وأثره على تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الوضع الإنساني.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، بحث وزير النقل لدى بلادنا الدكتور عبد السلام حميد مع وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل الجوي بين البلدين الشقيقين. وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المصرية الأخيرة المتعلقة بدخول مواطني بلادنا إلى الأراضي المصرية بهدف وضع الحلول المناسبة والتسهيلات للمسافرين لدخول مصر دون أي عوائق. وناقش الجانبان آليات فتح الرحلات الجوية المباشرة من مطارات المناطق المحررة إلى مطار القاهرة الدولي، خاصة مطار الريان الدولي بالمكلا. وخرج اللقاء بالاتفاق على معالجة كل القضايا التي تم مناقشتها بالطريقة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين. وحول وفاة الموظف الأممي داخل معتقلات الحوثي، طلب سفراء الاتحاد الأوروبي ميليشيات الحوثي الإرهابية بتوضيح ملابسات وفاة أحد موظفي منظمة رعاية الطفولة داخل إحدى معتقلات الميليشيا فورا وبالتفصيل. جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عنهم عبر منصة إكس. وشدد السفراء الأوروبيون دعوتهم للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في معقل الجماعة الإرهابية في صنعاء. نشرتنا الإخبارية متواصلة، وفي النشرة أيضا: محافظ حضرموت يشهد فعاليات اليوم العلمي 12 للزمالة اليمنية والماجستير المهني. ردة فعل رسمية وسياسية ترفض بيان حلف قبائل حضرموت المسيء لقوات النخبة ودول التحالف. وعلى الطريقة الحوثية، حلف قبائل حضرموت يتهم التحالف والسلطة المحلية بزعزعة الاستقرار. ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر يطلع على الأضرار في قصيعر ويتفقد أوضاع مخيمات الإيواء بالريدة. أهلا بكم من جديد. شهد محافظ حضرموت مبخوت بماضي بالمكلا حفل تخرج 9 طبيبات في مساق الماجستير تخصص نساء وتوليد من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية. كما شهد عمل اليوم العلمي 12 للزمالة اليمنية والماجستير المهني لمساق طب النساء والتوليد. وتضمنت فعاليات اليوم العلمي مناقشات للحالات المختصة بالنساء والتوليد، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الطبية الرهنة والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية للنساء وتحسين معدلات الولادة الأمنة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة. بعد لقاء موسع له في المكلا، خرج ما يسمى حلف قبائل حضرموت ببيان أساء في مضمونه لقوات النخبة الحضرمية والسلطة المحلية بحضرموت حول عملية ميزان العدل. وكذا دولة الإمارات الشقيقة الحليف الرئيسي لحضرموت منذ تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابية. وتبينت ردود الفعل الغاضبة تجاه بيان ما يسمى حلف قبائل حضرموت، حيث رد مصدر مسؤول في قيادة السلطة المحلية بحضرموت مباشرة على هذا البيان، معربا عن استيائه من بعض الدعوات الهدامة والبيانات المخالفة للواقع والهادفة إلى خلق الفتنة والتفرقة بين أبناء المحافظة وتنال من قوات النخبة الحضرمية. ورفض المصدر الإساءة لدولة الإمارات التي ساهمت وشاركت بالدم والدعم في تحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابية ودعم وتأسيس وبناء النخبة الحضرمية ومجالات الإغاثة والتنمية في حضرموت. كما استنكرت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت البيان الصادر عما يسمى حلف
مختلف قبائل حضرموت، الذي وجه فيه اتهامات خطيرة لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، ويدعوها لوقف مهامها الوطنية في ملاحقة المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون. فيما وصفت قيادة كتلة حلف وجامع حضرموت البيان بأنه أصيغ في دائرة ضيقة ويمثل أشخاصا محدودين وتوجها محددا، مستغربة سيل الاتهامات الباطلة ضد دولة الإمارات وإقحامها في قضايا ليس لها شأن بها، وهي الدولة التي قدمت الكثير لحضرموت خصوصا والجنوب بشكل عام. وكان قد أصدر حلف قبائل حضرموت بيانا صارخا في بنوده، أنكر من خلاله الاستراتيجية العسكرية والأمنية لقوات النخبة الحضرمية والسلطة المحلية الرامية إلى إيقاف المخربين والخارجين عن النظام والقانون. كما شكك الحلف القبلي في العلاقة الاستراتيجية مع دول التحالف على نفس وتيرة الخطاب الحوثي، ليواجه بذلك موجة سخط وردود رسمية واسعة رافضة لكل ما جاء في بيانه الذي جانب الحقيقة. المزيد في هذا التقرير الذي عد والزملاء من غرفة الأخبار. على الطريقة الحوثية، نال بيان حلف قبائل حضرموت من الدور الإماراتي في حضرموت باعتباره بحسب البيان مسببا للنزاعات ورأس حرباء المشاكل الرهينة في المحافظة، مستغلا حادثة أمنية عابرة. ورغم كون الحادثة لها جهات مختصة تعالجها، إلا أن البيان حمل دولة الإمارات كامل المسؤولية عن ما سماها التجاوزات الحاصلة بحق حضرموت وأهلها، إلى جانب اتهامها بدعم أجندات سياسية لم يسمها، كما أوضح بشكل غير مباشر امتعاضه من الوجود الإماراتي في المحافظة على نفس الطريقة الحوثية كذلك، في محاولة لنسف منه العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات الشقيقة مع حضرموت، والتي عمدت بالدم في تحرير ساحل المحافظة من براثن الإرهاب في وقت لم يقفوا مع أهلها سوى الأشقاء. وعلى مدى تاريخ الأزمة، شكل الدور الإماراتي ضمن قوام التحالف العربي حضورا فاعلا في مواجهة الإرهاب في حضرموت ضمن حربين كاملين توجت بطرد الإرهاب من المحافظة، ومركزا لردع المد الفارسي الحوثي الذي يبدو أنه أزعج كثيرا من القوى المتواطئة. كما ساهم التحالف في هيمنة أبناء حضرموت على مقدراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الساحل على أقل تقدير. يعد حلف قبائل حضرموت وكثيرا من المكونات السياسية أحد مخرجات المناخ السياسي الإيجابي الذي كان محرما على المحافظة في زمن الوحدة اليمنية والجماعات الإرهابية، ناهيك عن كون نخبة حضرموت تم تأسيسها وتدريبها وتسليحها على يد قوات التحالف والإمارات بذاتها عن غيرها. لم يقتصر البيان على مهاجمة التحالف فقط، كذلك شكك في الاستراتيجية العسكرية والقانونية التي تنتهجها السلطة المحلية بقيادة محافظ حضرموت عبر قوات النخبة الحضرمية، معتبرا عملية ميزان العدل التي تحظى بإجماع شعبي ومجتمعي وسياسي وعسكري أعمالا تعسفية وانتهاكات وإهانات، رغم علم الشارع الحضرمي بأفعال هذه الخلايا المزعزعة للأمن في المحافظة، لكنه على شاكلة الخطاب الحوثي الشمالي الهادف لشق الصف الحضرمي ونسف منجز حضرموت في نخبتها وتحالفها مع الأشقاء في وجه مشروع اليمننة. يرى مراقبون بأن توقيت البيان الصادر عن الحلف والذريعة التي تمسك بها الحلف القبلي ودعا من خلالها إلى مطالب هي أقرب لمطالب قوى الشمال تعد مسيسة بامتياز، باعتبار أن مطالب حضرموت الحقيقية والمؤثرة تكمن في وادي حضرموت وضد أعداء المحافظة المباشرين كحزبي الإصلاح والمؤتمر وتحرير وادي حضرموت من براثن صنعاء. وقع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت مع منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية اتفاقية تنفيذ برنامج تنمية مهارات التدريس لمعلمي مادة الحاسوب على مستوى مديريات الساحل، ويستهدف البرنامج 145 معلم بتكلفة تقدر ب6,315,000 ريال يمني برعاية السلطة المحلية بالمحافظة. ووقع الاتفاقية مدير تربية ساحل حضرموت أمين بعباد وعبد الرحمن العطاس مدير مكتب منظمة رحمة في اليمن، وتشمل الاتفاقية سلسلة من الحلقات والورش والدورات للمستهدفين بجميع الثانويات والمجمعات على مستوى مديريات الساحل. برنامج جديد ضمن البرامج التي يسوق لها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، والذي يندرج ضمن البرامج التي تطور من مهارات الطلاب. واليوم طبعا هذه الاتفاقية تتضمن تدريب معلمي الحاسوب
في مجالات طرائق التدريس وآليات الإدارة الصفية والتعليم، وأيضا لكي يهيئوا أنفسهم لإدارة الحجرة الصفية في مجالاتها المختلفة. تم توقيع اتفاقية مع مكتب التربية في محافظة حضرموت لتنمية مهارات المعلمين في الحاسوب. هذه ستستهدف 145 معلم في هذه المحافظة. طبعا من حرص منظمة رحمة حول العالم على التعليم والمنهاج والمشاريع المستدامة والتعليمية، تم تنفيذ هذا المشروع، ولنا إن شاء الله شراكات قادمة ومستقبلية مع المكتب ومع السلطة المحلية في عدة مشاريع. تابع المدير العام لمديرية المقل العميد عبد الله بي عاشوت أعمال تفكيك ما تبقى من هيكل السفينة شامبيون 1 بمنطقة بحر المشرف بالمقلة، وشدد العميد بي عاشوت على ضرورة استمرار العمل في تفكيك ما تبقى من هيكل السفينة ليتسنى للسلطة المحلية إدراج الموقع ضمن خطة تحسين المدينة، منوها على أنه سيتم متابعة العمل بشكل دائم للتأكد من استمراريته. قام المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر عبد الباسط باحمد بزيارة ميدانية إلى حارتي التقوى وبلال بمدينة قصيعر اطلاع على حجم الأضرار والإسهام في التخفيف من آثار الإعصار تيج، وطمن المدير العام المواطنين بأن السلطة المحلية تبذل كل ما في وسعها لمعالجة آثار إعصار تيج بالتعاون مع كل الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لجبر ضرر المتضررين، متفقدا المخيمات في الريدة الشرقية ومطلعا على أوضاع المتضررين المعيشية والإنسانية والخدمية ومتطلباتهم اليومية. وفي السياق زار مدير عام مديرية الريدة وقصيعر مقر قيادة القطاع الشرقي لخفر السواحل للمديريات الشرقية بقصيعر، مقدما لهم الشكر والتقدير على ما قدموه من جهود وطنية وإنسانية مخلصة أثناء إعصار تيج الذي ضرب المديرية قبل عدة أيام من إنقاذ المواطنين وممتلكاتهم وتسهيل مهمة نقلهم إلى الأماكن الأكثر أمانا. في شبوة طلع محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير على تفاصيل خطة توسعة الخدمات الطبية في هيئة مستشفى شبوة العام، ورحب المحافظ خلال لقائه المشترك بقيادتي مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وهيئة المستشفى، رحب بالتوجهات العامة للخطة منوها بأهميتها للهيئة ولافتا بدورها في تحقيق التطلعات المنشودة لتحسين وتطوير الخدمات بما يلبي حاجة المرضى منها، مؤكدا العمل على المساعدة في تحقيقها بأقرب وقت ممكن. في العاصمة عدن ناقش لقاء بالمقر الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور مشاريع الطرق الحضرية في العاصمة عدن الممولة من حكومة اليابان، وتركز اللقاء حول مجموعة من المشاريع التي تستهدف بعض الطرق في العاصمة عدن والخطة العامة والموازنة المرصودة وكذا الفترة الزمنية المقترحة للتنفيذ والمسؤوليات الموزعة بين الشركاء لتحقيق التكامل اللازم لاستهداف الأمثل للمشاريع وتنفيذها لعكس صورة حضارية لشوارع العاصمة عدن. اطلع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري على أوضاع مكاتب الهيئة العامة للبريد والآليات والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير عملها. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عدن رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي، حيث استمع الكثيري إلى شرح عن الدراسات والرؤى لعمل القطاع اللوجستي بالهيئة وإعداد قاعدة البيانات الموحدة وتحديث نقاط التواصل عبر مكاتب الهيئة بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، الذي من شأنه أن يعزز من اختصاصات وصلاحيات البريد بما يخدم المواطنين في إطار القانون وقرارات الحكومة الصادرة بهذا الخصوص. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يشهد فعاليات اليوم العلمي 12 للزمالة اليمنية والماجستير المهني. ردة فعل رسمية وسياسية ترفض بيان حلف قبائل حضرموت المسيء لقوات النخبة ودول التحالف. وعلى الطريقة الحوثية حلف قبائل حضرموت يتهم التحالف والسلطة المحلية بزعزعة الاستقرار. ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر يطلع على الأضرار في قصيعر ويتفقد أوضاع مخيمات الإيواء بالريدة. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.